السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نرسم فيه إليبس على البرنامج. هاجي على الفرونت بلان وأقول له سكتش، هيفتح لي البلان 2D سكتش نورمال تو بلان، وهبدأ أرسم من هنا. عندي دي كده إليبس، والسهم اللي جنبيها هبدأ أرسم إليبس أو بارشال إليبس بارابولا كونيك. درس النهاردة هنتعلم إزاي نرسم الإليبس. هدوس على إليبس. الإليبس بيترسم حاجتين، اول حاجة نقطة center of ellipse اهي، وبعد كده الارتفاع الرأسي والارتفاع الافقي. بعد كده رسمت الالبس بتاعي. تاني، نقطة center، ارتفاع رأسي، ارتفاع افقي. اقول له smart dimension، ان المسافة من هنا لهنا البعد ده وليكن 100 ملي، والمسافة من هنا لهنا البعد ده وليكن 40 ملي. هاجي احرك الاليبس دلوقتي، هلاقيه ان هو يقدر يتحرك كده. طب ليه؟ اقدر اثبته ازاي؟ فهدوس على النقطة دي كنترول والنقطة دي، واقول له خليهم هوريزونتال علشان يكون الاليبس فولي ديفايند سكتش. طيب نبدأ برضو نحط دايمنشن للاليبس التاني. ممكن اجيب ده كده احطه هنا، وبعد كده اقول له ان النقطة دي كنترول والنقطة دي يكونوا horizontal، وقول له smart dimension ان المسافة between البوينت دي والبوينت دي ولتكن 100، والمسافة between الاوريجين والبوينت دي ولتكن 30. بقى كده رسمت الالبس التاني بتاعي. كده الرسمة بتاعتي fully defined sketch. يبقى اهم حاجة انا بحط المسافة between الاوريجين وين مسافة x و y، واشوف اذا كانت البوينت دي رأسية ولا افقية واتفر زي ما انا عايز. وده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعتنا على صفحتنا على الفيسبوك learn students Arabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة. شكرا، ده سجل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.